أخي العزيز، بكل تأكيد، يعني ما دام من يتحكم بالعاصمة صنعاء وبالمناطق التي تحت سيطرة ميليشيا الحوثي على وجه التحديد، وبكل أسف أيضا المناطق المحررة، يعني الوضع الاقتصادي يعني يزداد سوءا، وهو نتيجة أيضا لـ9 سنوات من الحرب وتسع سنوات من انقلاب ميليشيا الحوثي على مؤسسات الدولة. بكل تأكيد أنه كل سنة يتفاقم الوضع بشكل أكبر، وخاصة هذا العام بالذات، باعتبار أنه الحوثي اليوم إرهابه لم يعد يطال فقط الشعب اليمني، بل أصبح إرهابا عالميا، وذهب إلى البحر الأحمر وأراد أن يخلق عنتريات تحت يعني واجهة وشعارات موضوع غزة. وبالتالي سينعكس هذا الموضوع بكل تأكيد على الداخل اليمني وعلى ما يجري أيضا من الناحية الاقتصادية. بكل تأكيد إذا كان الناس يتضررون في كثير من الدول المستقرة أحيانا بسبب هذه الحروب وهذه الصراعات لكن أستاذ محمد، يعني لماذا برأيك ما زال الوضع صعب جدا وسيئا ويزداد سوءا يوما بعد آخر، رغم التهدئة أو الهدنة غير المعلنة منذ عامين؟ تابعنا في صحيفة الشرق الأوسط عنوان يقول: تقرير أممي، اليمن يواجه عاما سيئا رغم انخفاض الأعمال العدائية. أخي العزيز؟ الميليشيا الحوثية حتى لو كان هناك استقرار، يعني على الأقل ما نسميه استقرار، هدنة على الأقل ولا يوجد حرب، نعم، هي تختلق الأزمات الداخلية، تحاول أن تصنع هذه الأزمات من أجل مسألة التضييق. مسألة التضييق هذه في قراءة الاستراتيجية الحركة الإمامية الكهنوتية في تاريخها، نعم، ومن ثم هذا الامتداد الذي يجري الآن من قبل حركة الحوثي، هم يهدفون من خلال هذا التضييق أن يلجئوا الناس إلى مسألة التحشيد والذهاب للجبهات، ويصبح الناس ليس عندهم أي خيارات أخرى، لا اقتصادية ولا تجارية ولا أي شيء آخر، إلا مسألة أن يكونوا حصاد لهذه الحرب. ولذلك أنت بتلاحظ أنه كثير من الأسرى الذين يتم القبض عليهم يقولوا بكل وضوح: ما في عندنا أي أعمال أو أي خيارات يمكن أن نحصل فيها على مقابل إلا أن نتجه نحو الحرب.